إجمالا يعني كيف ترى أن القارة السمراء، قارة أفريقيا، ستستفيد من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذه الدورة؟ كما أشرت في البداية، إذا كانت رواندا نجحت إلى حد ما وحاجات ملموسة من الطائرات، من الاقتصاد، من التجارة البينية، التوقيعات، جمع زعماء الأفارقة مع بعض، فهنا نتوقع الكثير من مصر، لأن مصر طبعا عمرها 5000 سنة. نعم. وبالتالي نتوقع الكثير من مصر، لأن مصر كانت موجودة عندما أبناء أفريقيا يحررون القارة سياسيا، ومن ضمن هؤلاء أبائنا البطل الراحل جمال عبد الناصر، كما قال النهارده الرئيس السيسي، الآباء المؤسسون. الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم جمال عبد الناصر، الذي كان مستعدا أن يرسل آخر جند وينفق آخر قرش من خزينة المصرية محررا لهذه القارة سياسيا. فصار مصر الآن هتحرر إفريقيا اقتصاديا. لماذا؟ إذا تكلمنا عن العلاقة الإفريقية الأوروبية، فمصر بوابة عبر المتوسط إلى أوروبا، البوابة الأفريقية. إذا تكلمنا عن العلاقة الإفريقية العربية، مصر تبقى عنصر فعال ونشيط جدا في العالم العربي، وبالتالي جسر وبواب عبر البحر عبر الأحمر إلى الخليج. صار مصر استراتيجيا وجغرافيا لها موقع استراتيجي لإكمال المسيرة. وصلنا إلى 60% بالتأكيد في هذه السنة، سنصل إلى 100% فيما نطمح من ميزانية الاتحاد الإفريقي. فمصر كمان منتجة، مصر منتجة، فالمنتج والمستهلك كلاهما سيستفيدان. لماذا؟ التجارة البيانية، الأخلاق وتقاليد وثقافات الإنسان، عندما يخرج من القارة ليشتري حاجاته ومتطلباته، من خارج القارة كثيرا ما يواجه العقبات التقليدية والثقافية وما إلى ذلك، حتى إلى اللغوية في بعض الأحيان. ولكن التجارة البيانية الإفريقية صار نتوقع الكثير من مصر، لأن مصر لها ما يتطلب أن تنفذ برنامجها وبرنامجنا في قارتنا.